انخرط وفد مجلس الشورى السعودي برئاسة رئيس لجنة الصداقة السعودية السودانية عساف بن سالم الذي وصل السودان في اجتماعات مكثفة مع المسؤولين السودانيين ابتدرها برئيس البرلمان السوداني. اجتماعات ركزت على تعزيز العلاقات وتطوير التعاون المشترك بين المجلسين. استمعنا إلى مشاعرهم الأخوية الصادقة عن المملكة العربية السعودية وعن الدور الذي تقوم فيه المملكة في التعاون الثنائي بين المملكة والسودان، ودور مجلس الشورى والمجلس الوطني، ودور لجنتي الصداقة في تعزيز هذه العلاقة بين البلدين. هذا الدور الكبير الذي يقوم به الجيش السوداني دور لا تنساه المملكة أبدا لأبناء السودان الشقيق. أصبحت هناك دماء سودانية ودماء سعودية لإعادة الحق لأهله في جمهورية اليمن الشقيق. رئيس البرلمان السوداني رحب بزيارة وفد مجلس الشورى السعودي وأشاد بالعلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، وتعهد بالتنسيق الكامل مع المجلس بالمملكة العربية السعودية في المنابر الإقليمية والدولية. في الهيئة التشريعية القومية على صلة قوية بمجلس الشورى السعودي، وعلى تنسيق كامل معه في المحافل الإقليمية والدولية، وبيننا وبينهم الحمد لله روابط، أيضا في البرلمان العربي والبرلمان الإسلامي والبرلمان العالمي، ونتعاون وننسق المواقف ونتآزر في المواقف. فزيارة جمعية الصداقة السعودية للخرطوم في ضيافة جمعية الصداقة السودانية تؤكد على هذه المعاني، وتأخذ العلاقات خطوة إلى الأمام. والسعودية هي دولة بالنسبة لنا دولة مهمة جدا. لقاءات وفد مجلس الشورى السعودي شملت جمعية الصداقة السودانية السعودية والمسؤولين بوزارة الاستثمار، بالإضافة إلى قيادات ولاية نهر النيل التي تستضيف استثمارات زراعية سعودية ضخمة. زيارة وفد مجلس الشورى السعودي إلى السودان من المؤكد أنها ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، تعزيز يوضح الدور الكبير لمجلس الشورى وعضويته في إعلاء كل ما من شأنه رفعة المملكة العربية السعودية إقليميا ودوليا. لؤي عبد الرحمن، الإخبارية، من داخل البرلمان السوداني، الخرطوم.